بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بيكم يا شباب، أخباركم إيه وعاملين إيه؟ ومع فيديو جديد يا شباب من فيديوهات قناة الأسرة للتعليم والمعلومات. وفيديو النهاردة يعني الطلب مننا نعمل المكتبة اللي قدامكم ديت، اللي هي المكتبة الأرفف ديت. وهنعرف المكتبة دي هتتعمل ازاي من اول تقطيع الكونتر لغاية الشكل اللي النهائي اللي قدامكم. وطبعا هنعرف طبعا ان انت ممكن بقى تستخدم المكتبة دي تحط عليها تحف، انتيكات، ممكن تحط عليها كتب، لو عندك كتب دينية اي كتب تحطها وترصها عليها مع شوية تحف وتبقى جميلة. وممكن تستخدمها في بقى في بيت، لو هتقسم عندك صالة، عايز عندك صالة كبيرة وعايز تقسمها نصين، بتعمل اتنين زي دي كده، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال، وتخليها مثلا في النص تبقى مفتوحة، أو تعملها زي جرفان يداري لك على حاجة، والوش يبقى مكتبة أرفف زي ما قلت لكم، تحط فيها تحف. وانا زي ما قلت لكم يا شباب هنتعلم هنعمل المكتبة ديت من الالف للياء، وعشان هنتعلم كل حاجة بالتفصيل فالفيديو معلش يا شباب هيكون على اجزاء وعلى مراحل، لان الفيديو هيبقى طويل جدا، فانا هقسمه لاجزاء ونبتدي نشتغل مع بعض. يلا كده اول نشوف حاجة هنعملها ايه. ورجعنا تاني ليكم يا شباب، وده كونتر يا شباب ملزوق قشرة أرض اللي هي مفجرة، والناحية التانية مسندقة مفجرة، يعني فيها الرسمة بتاعتها زي ما انتم شايفينها كبيرة وواسعة ازاي. والكونتر ده 18 مللي، بس عايز اقول لكم ان الكونتر ده مصري للأسف. الكونتر ده يعني الراجل اللي جابه يعني زي ما بيقولوا ايه، ده معمول تحت بير السلم، مش كونتر ماركة، لا ده جايبه معمول ايه زي ما بيقولوا، بقول لكم تحت بير السلم. الكونتر طبعا بايظ ومليان خشب طفش من جوه، وفي خشب حاجات بهية، خشب طفش جايبينه وحاطينه. انا اول ما الراجل جاب اللوح وبصيت عليه لمحته لقيت اللوح دوت مفتول، فعرفت ان الكونتر ده مصري. وانا قلت له، فقال لي ده انا جايبه يعني بقى، معرفش الله اعلم كان جايبه مجاملة، جايبه حد هدي بيه. فقلت له الكونتر ده هيبقى من جوه بايظ وهيبقى فاضي وفي مسامير والكلام دوت، وفعلا طلع فيه حاجات كتيره وحشه من جوه. وادي اللوح الابلكاش، وده روح الكونتر الار اللي بقول لكم عليه، وده دلوقتي هنقطعه ونحطه على الديسك ونقطعه عليه. ان مقاس الكونتر المفروض عرض 122 في ارتفاع 224، 244 آسف، يبقى 122 في 244، يعني العرض ضعف طول مرتين. يعني هنا العرض عندنا 122 يبقى طول ضعفه مرتين. طيب اللوح ده عشان اقول لكم ده يعني مع زي ما كده مش شركه ولا حاجه اللي عاملاه، ده عرضه 122 في طول 240، يعني ما فيش 244 سنتي، يعني في 4 سنتي فرق. طب ادي التقسيمه قدامكم اهي يا شباب، زي ما انتم شايفينها كده، انا اللي انا قسمتها وقطعت عليها الجنبين الطوال هيبقوا 27 في 185، هتبقى 6 ارفف معموله 92 في 27. طبعا اعمل حسابك ان الصينيه لما بتيجي بتقطع تخانه الصينيه بتبقى حوالي نص سنتي، ما بين 4 مللي ل 5 او 6 مللي، فانت تبقى عامل حسابك في القطعيات الصينيه تخنها بيبقى 6 مللي او 5 مللي زي ما بقول لك كده. طبعا زي ما انتم اهو شايفين، طبعا بقت معايا حته في الجنب اللي هي 185 في 12، دي عرض 12 في طول 185، دي هعمل منها فرنطونه من فوق، شكل من فوق، والنص التاني بقيته هعمل منها اللي هو زي شكله لقاعده المكتبه من تحت. طيب نكمل مع بعض ونشوف يا شباب بعد كده.
اول حاجة هنقطعها، هنقطع اللي هو الجزء اللي فوق اللي هو 55 اللي هتتقسم على نصين، تطلع رفين معانا. دي هنقطعها بعرض اللوح كله زي ما قلت لكم، هتبقى 27 في 92 اللي هي الرف. طبعا دي مقاسها 55 في 122. الحتة دي هتتقسم نصين بعد كده. بعد كده يا شباب هنشق بقى اللي هما الجنبين الطوال، وبعد كده الجنبين الاربع ارفف التانيين. الجنبين زي ما قلت لكم في الصورة اللي كانت باينة قدامكم تقسيمات، هتبقى 27 في 185. دول هيبقوا جنبين، جنب يمين وجنب شمال. وهنقطع بقية اللوح على نفس المقاس ده، 27 في 185. وادي اهو بقية اللوح الكونتر قطعناه، طلعنا منه جنبين وطلعنا من الباقي حتتين تانيين اللي هيطلع منهم الارفف. وهنقطع بردك الارفف بالنص اللي هم حتتين من الكونتر دوت، هيتقطع منه حتتين بالنص عشان يدينا اربع حتت ارفف. ده كده اهو بالطول زي ما بقول لكم، دول كده اربع تجناب اربع حتت، هناخد اتنين جنبين واتنين ارفف. كده قطعنا قطعتين وادونا اربع ارفف، وقطعتين الاولانيين بتوع الجناب اللي وريناها لكم. ادي كده دي الارفف اللي هي بتاعت المكتبة اللي هنسمرها بقى في الجناب. وادي الجنبين الطوال اهم، وادي الفضلة اللي جنبي منها اللي طلعت 14 في 185، قلت لكم هنعمل منها فرنتون وهنعمل منها القعدة بتاعت المكتبة الأرض. طبعا نفس الشكل اللي انت بتطلع الصورة هو ده نفس التقسيم. طبعا دي كده الرف ده كده هتشق ان هو بردك نصين، هيديني أرففين، يبقى عندي كده ست أرفف. ادينا قطعنا اول حتة، وادي اهي تاني حتة بردك هنقطعها. ودي الحتة هي اللي احنا قطعناها اللي هي دي، دول هنعملهم بقى قرصة، قرصة فوق وقرصة تحت تبقى قاعدة. دلوقتي هنعمل بقى غسيل للأرفف والجناب ديت زي ما حضراتكم هنا شايفين كده مش مظبوطة، هنا اهو سنة كده عالية اهو كان القطعية، فانا بظبط على طرف ابلكاش من تحت اهو يكون عدل زي ده، بربطه بالزرجينة، بجيب بونتة الغسيل اللي هي دي، ودي البلية دي هظبطها على طرف الابلكاش كده من هنا كده تحت، تبقى ايه ماشي عليه كده لان حرف الابلكاش ده عادل، بلطة هتمشي كده. طبعا هركبها في الراوتر، هنركب البلطة ونعمل ونشوف بعد ما نخلص هنشوفها عاملاها ازاي. ادي ركبنا البنطة بتاعتنا اهي، هنظبط ظبطناها على المعيار بتاعنا اهو. بسم الله ونشتغل وهنشوف بعد كده شكلها هيبقى عامل ازاي.
رجعنا لكم تاني أحبابي وإخواني بعد ما مسحنا القنطر بالكستير اللي هو كستير دوت اللي هو في الروتر اسمه كستير الغسيل اهو مسحنا بيه. وانا زي ما قلت لكم في بداية الفيديو في اول الفيديو ان الكونتر ده طبعا مصري وهيطلع بايظ زي ما انا قلت لكم شرحت لكم. بصوا دي باهية حتة خشبة اهي مدهونة باهية طبعا زي ما انا قلت لكم ان الكونتر ده معمول تحت بير السلم مش معنى تحت بير السلم يعني تحت بير السلم يعني حاجه مغشوشه بمعناها. بصوا الكونتر عامل ازاي طبعا شايفين ده فاضي اهو المهم ما علينا خلينا في موضوعنا. بس انا حبيت اقول لكم على الكونتر ده عشان وانت بتشتري تبقى عارف الكونتر وعارف شكله ازاي. الكونتر المصري دوت في طبعا شركات نظيفه زي الفنيه والاقومي وادي الفضلتين التانيين اللي هم الجناب برضك نفس الحكاية اتمسحوا طبعا في حاجات يعني الدهان برضك هيداري حاجات يمكن نسبة 80% طبعا من الحاجات ديت. لو فاضلش بقى معانا غير اخر حاجة دي في الفضلة اللي اتبقت معانا دي ودي هنعمل منها السوكلو اللي تحت والفرنطونة اللي فوق ودي هنشوفها وهنعملها ازاي مع بعض. ادي خدنا الحتة هي اللي هنعملها فرنطون دي هتبقى طول الرف لغاية هنا كده اهو شايفين العلام ده كده هتبقى ده عرض المكتبة. طبعا قسمته بالنص طلع معايا 46 انا سايب سنتي زيادة طبعا عملت دوران نص دوران كده خدت النص وعملت نص دوران وخدتها على مسلوب بعد كده هنطلع الجزء ده هيطلع خالص وهننقله على الناحية التانية عشان يديني الرسمة مظبوطة. هنطلعه بالاركيد نرجع نكمل مع بعض تاني.